اييه كنعرفوا هذاك القطار الجديد اللي غايديروا لنا هنا في المغرب تنعرفوه، ولكن بغينا نسولوا على الثمن واش يكون مناسب للمواطن والموظف، ماشي بغينا حتى المواطن يكون واحد الثمن مناسب باش هو زعما عاوتاني يركب. قطار تي جي في قطار مريح بدا اولا، احسن من هادو اللي عندنا، حيت هادو اللي عندنا تيطيحوا الماء تي الريحه بعدا ما ندركش الغبره، المهم شحال من حاجه. بالنسبه للقطار السريع الاسم ديالو تي جي في اطلق عليه الملك محمد السادس الاسم ديال البراق اللي غيبقى ينطلق من مدينه طنجه متوجه للدار البيضاء، عنده جوج محطات كبرى، كاينه القنيطره المدينه وكاينه غابافيل المدينه الرباط. السرعه ديالو كتجاوز 300 كيلومتر في الساعه. تي جي في كان لا ما عرفش السمي ديالو، مي عارف بان قالوا بان كيمشي واحد السرعه خياليه من كازا لطنجة ساعة بحال هكاك تقريبا. غادي يفيد الناس اللي زوم دافير والناس اللي زربانين، حنا ما زربانينش بزاف، غادي يفيدو دوك اللي زربانين اللي فهمتيني معطل باغي يمشي لطنجة للرباط في سيغ بلاص. كنعرف قطار تي جي في ولكن ما عندي حتى شي معلومة عليه. شفت مؤخرا واحد البرنامج كيهضر فيه اللي فيه فرنسا مشاركة فيه والسعودي والكويت كتمويل، غادي يكون أكبر سرعة دي أول مرة غيدار في المغرب. بالنسبة لبي عاد ما حددوش الثمن كيفاش غادي يكون، والمشروع غادي يكون تبع وزارة النقل والتجهيز. تختلف بزاف، تختلف على البلاصة، تختلف السرعة، تختلف زعما كاين مثال بنادم اللي بعيد تيمشي يوصل للخدمة ديالو في أقرب وقت، زعما ما يشدش الروطار ديالو. أنا ما كتداول الصحافة أن في 16 في هذا الشهر إن شاء الله غادي يتم التدشين ديالو من طرف الملك محمد السادس برفقة رئيس فرنسا ماكرون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.